حاج أنا تعبت. نحن ما لازم يمر نهار بدون ما يصير عنا مشاكل؟ ملاحظين إنه كلياتكم ما عم تسمعوا كلمتي؟ من هلأ ورايح ما بصير حدا يطلع برات البيت لتطلع نتائج الامتحانات. وإنتي سجال خانم، مو ملاحظة حضرتك إنه صايرة مشاغبة؟ من هلأ ورايح ما في طلعة من البيت غير على مدرستك، ما في روح على أي مكان تاني، عم تفهمي شو عم بحكي؟ بس ماما قولي لي بشو غلطوا أخواتي؟ حاجتك أنت كمان تصف معهم وتدافع عنهم، صار لك فترة طويلة عم تستر عليهم. يا ربي مين داعي علينا لحتى عم بيصير فينا هيك؟ شكله حظنا هالأيام صاير سيء، ما عم نرتاح، كل يوم عنا مشكلة جديدة بهالبيت. وما بعرف لسه شو مخبي هالأيام. وينك كارينا؟ حبيبتي يا بنتي، قالوا إنه بكرة الظهر رح يحطوا نتائج الامتحان على الإنترنت. وأخيراً أختي، يعني رح تتوظفي؟ شو؟ شبك؟ خلصنا؟ يعني ما كان فيك تاتسي برا البيت؟ شايف رافي؟ لسه من شوي ماما كانت عم تبهدلنا وتخانقنا وعم تمنعنا من الطلعة من البيت، وفوق عم تبهدلني لأني عطست. بس سكتي بقى، أنتي ما بتعرفي شعور الأم لما بتخاف. كارينا حبيبتي، أنتي هلأ رح تتحملي مسؤولية كتير كبيرة يا بنتي، ولازم تكوني قدها. الله يوفقك ويعطيكي كل اللي بدك إياه. يكون بعلمك انه انا خطيبته لبنته ورح نتزوج عن قريب، بس بدي افهم شو عم تعملي انتي. يكون بعلمك البنات الفلتانين ما عم يعملوا اللي عم تعمليه. ألو؟ ألو؟ كيفك كارينا؟ أنا بعرف إنه ما لازم أتصل بهالوقت لأنه ممكن سبب لك مشاكل، بس كمان حسيت إنه ضروري أتصل فيكي وحاكيكي. بصراحة أنا حابب أعتذر منك بالنيابة عن بنت عمك بينكي. بتمنى تقبلي اعتذاري. ما في ضرورة بالمرة لأنه ما صار شيء.